بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشره امل في هذه الحصه ان شاء الله لدينا درس في ماده الرياضيات للسنه الرابعه ابتدائي تشكيل وعد كميات منظمه صفحه 26 من كتاب التلميذ لدينا اولا اكتشف حضر ايمن ومريم حفلا بقاعه المسرح البلدي اعجب الطفلان بالقاعه وارادا ان يعرفا عدد مقاعدها هنا ايمن ماذا قال أه نعم بالنظر الى مخطط القاعه ساستعمل التجميع لمعرفه عدد المقاعد بينما مريم قالت القاعه كبيره اتوقع ان يزي ان يكون عدد المقاعد محصورا بين 400 و 500 إذن المطلوب منا يا أبطال أحسب عدد مقاعد القاعة ثانيا ما رأيك فيما قاله الطفلان لدينا مخطط القاعة هكذا قال أيمن هنا سأستعمل التجميع هنا التجميع لدينا بالعشرات بالمئات بالآلاف إذا لدينا عدد المقاعد نبدأ هنا لدينا المقعد الأول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر لا لا أقول هكذا هذه طريقة صعبة نوعا ما لا أو أقول إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر لا ماذا سنفعل تابعوا معي قلنا لدينا هكذا عشرة نلاحظ أن لدينا ترتيب المقاط... المقاعد يعني هنا لدينا في الصف هذا لدينا عشرة في الصف الثاني لدينا عشرة إذا نقول عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة هكذا لدينا مئة وبالنظر أيضا إلى ترتيب المقاطع المقاعد نجد هنا أيضا لدينا مئة، لاحظوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لدينا كم من صف؟ لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إذا هكذا يعني لدينا نقول مئة أيضا. وهنا لدينا مئة أيضا. نواصل نجد هكذا ايضا لدينا مئه وهنا لدينا مئه مئه نواصل بنفس الطريقه لدينا هنا مئه ايضا هنا لدينا مئه وهنا مئه بقي لنا هنا عدد المقاعد مقاعد كم نحسب لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، لدينا هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذا لدينا هكذا نقول عشرة، هكذا عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون، هنا لدينا ستون، نواصل إلى أن نجد مئة. 60 لدينا نلاحظ نفس الترتيب هنا لدينا أيضا 10 نقول 70 80 90 100 إذا هكذا لدينا 100 أيضا. آآ آه كما تلاحظون بدأنا أولا بالتجميع بالعشرات ثم لدينا المئات بعد ذلك لدينا التجميع بالآلاف تابعوا معي. نواصل هنا لدينا عشرة بقية هنا خلاص 100 حسبناها خلاص نواصل لدينا عشرة 20 ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون ثمانون هكذا أيضا لدينا عشرة نقول لدينا تسعون وهنا لدينا أيضا عشرة 10. لدينا مئة إذا هذه المقاعد وهنا وهنا لدينا أيضا مئة ركزوا معايا مليح يا أبطال بقي لنا هكذا نبدأ بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، لدينا هكذا عشرة أيضا، ولدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ماذا سنفعل الخطوة الموالية؟ إذا نحسب الآن لدينا كم من مئة لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قلنا عشر مئات هي كم من كم يساوي عشر مئات يساوي ألف إذا لدينا الآن ألف ألف مقعد نواصل قلنا هنا أيضا لدينا مئة ألف ومئة جيد لدينا هنا أيضا قلنا عشرة نحسب هكذا لدينا الوحدات كم لدينا سته هذا هو عدد المقاعد يا ابطال نحسب الان الف زائد مئه زائد عشره زائد سته ويساوي الف ومئه وسته عشر وهو عدد المقاعد هل عدد المقاعد كما قالت مريم محصور بين اربعمائه وخمسمائه لا لأن ألف ومئة وستة عشر أكبر من خمسمائة أكبر من أربعمائة أيضا إذا هذا فيما يخص عدد المقاعد إذا لدينا الجزء الثاني أنجزوا هذه بطاقات تمثل أوراقا وقطعا نقدية من فئة ألف دينار ومئة دينار وعشرة دنانير جمعتها جمعية خيرية ما هو المبلغ الإجمالي نلاحظ هنا أن لدينا ألف لدينا مئة لدينا عشرة عشرة نبدأ أولا بالآلاف كم لدينا من ألف لدينا ألف واحد اثنان ثلاثة إذا واحد، اثنان، ثلاثة، يعني لدينا ثلاثة آلاف، ثم لدينا كم من مئة؟ لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، قلنا لدينا عشر مئات، وهي ألف، أليس كذلك؟ إذا هنا لا أقوم بكتابة عشر مئات، نكتب ألف. بقية مئة لم نقوم بعدها هنا لدينا أيضا مئة هكذا نكتب هكذا آه خلاص كملنا مع المئات نشوف الآن العشرات لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لدينا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قلنا لدينا عشر عشرات وهي مئة أيضا هكذا هنا نستعمل في التجميع بالعشرات، بالعشرات والمئات، بقيت لنا لدينا هنا عشرة، 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 يعني لدينا عشرة، إذن هكذا نجمع عادي، لدينا الوحدات صفر، لدينا العشرات اثنان، لدينا المئات اثنان، ولدينا الآلاف أربعة وهذا هو المبلغ الذي جمعته الجمعية الخيرية إذا نشوف الآن الجزء الثاني إذا لدينا ثانيا أحسب لدينا ألف زائد ألف زائد مئة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد ثمانية هنا أحسب أفقيا لا أضع العملية عموديا كيف سنقوم بالحساب لدينا هنا كم من ألف يا أبطال لدينا واحد اثنان إذا هنا الآلاف لدينا اثنان فقط المئات كم لدينا من مئة لدينا واحد فقط إذا المئات لدينا واحد العشرات لدينا واحد اثنان ثلاثة العشرات لدينا ثلاثة الوحدات لدينا ثمانية إذا النتيجة لدينا ألفان ومئة وثمانية وثلاثون بنفس الطريقة هنا لدينا مئة زائد ألف زائد مئة زائد عشرة، الآلاف كم لدينا من ألف؟ لدينا واحد فقط، الآلاف، لدينا المئات، لدينا واحد إثنان، هنا مئات، لدينا العشرات كم؟ لدينا عشرة واحدة فقط، الوحدات هل لدينا وحدات؟ لا، إذا أضع الصفر، إذا النتيجة. النتيجة نقول لدينا ألف ومئتان وعشرة لدينا ثالثا لدينا ألف زائد عشرة آلاف زائد مئة زائد عشرة زائد ثمانية يعني نلاحظ هنا أن لدينا عشرة آلاف كم لدينا من عشرة آلاف لدينا واحد فقط أحسنتم هنا, هنا لدينا عشرات الآلاف بعد عشرات الآلاف هنا لدينا الآلاف الآلاف كم لدينا من ألف لدينا واحد فقط المئات كم لدينا من مئة لدينا واحد فقط هنا لدينا الآلاف أو نقول وحدات الآلاف لدينا العشرات كم لدينا واحد لدينا الوحدات ثمانية إذا النتيجة وهي آه هكذا 11118